يسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم باسمكم جميعا وباسم الحاضرين بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد بن الشيخ رزواني على رعايته لهذا المؤتمر، وللحكومة الموريتانية وللشعب الموريتاني استضافة هذا الملتقى التشاور لعلماء الساحل والسودان، ولكم معالي الوزير الأول على تشريفكم لنا بإشرافكم وحضوركم لفعالية انطلاقة هذا المؤتمر. كما أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعمها المتواصل لجهود الخير والسلام ممثلة في مؤتمرنا هذا وفي منتدى السلم منتدى أبو ظبي للسلم. وشكر موصول لكم أيها الإخوة الأفاضل ضيوف المؤتمر من علماء وبشهاء الساحل والسودان على تلبية دعوتنا، متمنيا لكم مقاما سعيدا وأوبا حميدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالنجاح وأن يلطف بنا وبهذه الديار المنكوبة في السودان وفي الساحل وفي كل أنحاء الأمة. اسمحوا لي أن أسم بكلمات موجزة في تطهير هذا اللقاء، وذلك من خلال الجواب على بعض الأسئلة. هذه الأسئلة: لماذا هذا اللقاء؟ ما الذي نرجوه منه؟ وكيف نحقق ذلك؟ بالنسبة للسؤال الأول، إن التفكير في هذا الملتقى أتى ضمن سياقين مختلفين. السياق الأول سياق مجدول يدخل في عمل هذا الملتقى منذ نشأته، والآخر سياق طارئ ومستعجل، وهذان السياقان هما سياق دول الساحل وسياق الوضع في السودان. في حين كان هذا اللقاء مجدولا بشكل مسبق لتدارس أحوال دول الساحل والتباحث حول المبادرات والمقترحات لمعالجة أزماتها، جاءت الأحداث المؤسفة في السودان فاستشرى القتل والقتال وسالت الدماء، وحينئذ ارتئينا أن من الواجب الإسامة ولو بجهد المقل في اللقاء بإخواننا وأشقائنا السودانيين وبرفقة علماء الساحل ودول جوار السودان للتشاور حول ما يجري والتباحث فيما يمكن الإسهام به في هذا الشأن. وهكذا كانت الدعوة لهذا اللقاء بين العلماء، فهو ملتقى علمائي وليس ملتقى سياسي. بين السودان والساحل، وأظنني في غنى عن أن أقول ذلك، هذه شعوب شقيقة من عرب وأفارقة
بينها أواصر القربى والنسب ووشائش العلائق، مما يحفز على التواصل ويساعد على التعاون. نود أن يوفرها للملتقى لعلماء ووجهاء وخبراء السودان ووجهاء وخبراء دول الساحل فرصة للتباحث حول الأوضاع الحاصلة في مناطقهم والتشاور حول أفضل السبل لمعالجتها. نحن فقط نوفر منصة للتباحث والنقاش وفضاء للتفكير الإيجابي في حل الأزمات، لا نحتكر الحقيقة ولا نقدم حلولا جاهزة، بل نود فقط أن نستمع، أن نشارك إخواننا للبحث في هذه القضايا، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نحن بقلوبنا وبألسنتنا نحاول أن نغير أوضاعا نراها غير لائقة وغير مقبولة، أوضاع في أحوال هذه الأمة. إنه تجمع العلماء مهمته دعوة الناس إلى السلم وإلى العافية والبحث عن وسائل المصالحات والمواءمات والملائمات، لا يشتم لا يحكم لا يجرم، لا يشتم أحدا لا يخاصم طرفا، إنه بمنزلة الإطفاء، الإطفاء الذي يجد الناس لإطفاء النيران والحريق المشتعل. الإطفاء لا يسأل من أوقد الحريق، لا يحكم على أحد. هذه مهمة أخرى، مهمة العدل ومهمة الحكومات. الإطفاء يحاول أن يطفي الحريق فقط بما يستطيع أن يقدم. هذه مهمتنا، لا نسمع من أضرم النار بل نحاول إطفاء النار. ثالثاً، نرى أنه من خلال التعرف على وضع الراهن ومسببات الأزمة، من خلال الحوار وتقديم الرؤى والأفكار والمناقشة الجادة والتوصيات، يمكن أن يخرج المشاركون بنداء للسلام وحقن الدماء وتغليب المصلحة العامة، لعل أن يجدوا آذاناً صاغية وقلوباً إن شاء الله موصية إلى الحق وإلى نداء الخير، وعسى أن تعيها آذان واعية، كما يمكن من خلال ذلك أن يصلوا إلى صيغة توافقية لمبادرة للوساطة والمصالحة بين المتخاصمين. هذا ما ستقررونه إن شاء الله عندما يتقدم كل منكم برأيه حول هذا الموضوع. عسى وبفضل الله سبحانه وتعالى أن يقوي ضعفنا ويعيننا على الخير، إننا لا نبحث إلا عن الخير. غني عن القول أن أزمة السودان أزمة شديدة ومؤثرة تتدهور بشكل مؤسف، والآن يوجد توقف عن القتال حيث المبدأ، وإن كانت الأزمات في بعض الدول الساحل مستمرة ومأساوية لا تزيدها الأيام إلا اشتعالا مع الأسف، فإن أزمة السودان كما قلت هي أزمة أيضا شديدة. هذه دوامة العنف
والقتل والنهب لم تتوقف، وتكاد بسببها تضيع أجيال كاملة من دولنا الشقيقة، لم تحظى بالتعليم المناسب ولا العمل اللائق، وتنكبتها الدورات التنموية الحاصلة بباقي أركان المعمار. في أزمات تفتات فيها جماعات مسلحة على مجتمعاتها، والحديث هنا عن دولي ساحل، على مجتمعاتها باسم الدين، والدين من فعلها براء. إذا أضيف إلى ما في بلاد الساحل الأزمة وأزمتها مستمرة، تزيد متاعب قارتنا وهنا على وهن بأزمة السودان. كل هذا سيؤدي إلى هزات اقتدادية ونزاعات متلاحقة في أجزاء أخرى من القارة، لم تزل حتى الآن بمنأى عن التوترات الراهنة. كل ذلك يقتضي منا جميعا، كل حسب طاقته وفي دائرة تأثيره، أن نبحث عن حل لهذه المشكلات أو تخفيف من آثارها. إن المبادرات الرامية لحل الأزمات لا بد أن تكون محلية، يقودها أبناء البلد، فأهل مكة أدرى بشعابها. نحن هنا فقط ننبه عامراً، ننبه لها عامراً، ثم ننبه أبناء البلد ليقوموا بمجهود ونحن من ورائه. دورنا هو مباركة هذه الجهود ودعمها بما نستطيع لإنجاحها. إننا نعي تماماً أن هذه الأزمات مركبة ومعقدة، ولا يمكن بسهولة رشعها إلى عامل واحد، لكن ذلك لا ينبغي أن يثري عزمنا أو يفت في عضدنا عن محاولة الإسهام في حلها، مركزين على السلم وإيقاف القتل والقتال كنقطة ارتكاز وحجر أساس ولبنة أولى يبنى عليها كل شيء آخر. أخيراً، ثلاث كلمات للتذكير وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أما الأولى فتذكير بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التحذير من مساق الأرواح وقتل الأنفس البريئة، ومن أحياها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث فسره العلماء بتفاسير متعددة، منها أن هذا فعل الكفر، أن هذا العمل هو من فعل الكفار، أو كفارا أي متكفرين بالسلاح، إلى غير ذلك من التفسيرات التي أوردها العلماء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يلتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما شأن المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما الكلمة الثانية فالتذكير بنبذ العصبية للعرق أو القبيلة، وهذا ما نخاف منه حسب الأخبار أن يكون قد حصل في السودان أو بدأت نذره مع الأسف. ونعرف أن الإسلام يناهض القبلية المضرة والعصبية الغالية، لا
يعني أعتقد لست بحاجة إلى أن أقول لا فضل للعربي الحديث الصحيح الذي تعرفونه، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وفي حديث الأوس والخزرج: يا معشر المسلمين، الله الله أبي دعوة الجاهلية وإن بين أظهركم. الأوس والخزرج هما قبيلتان أو فخذان من الأنصار، كاد أن يشتبكا في معركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وقال: الله الله بدعوى الجاهلية، كل واحد دعا باسم القبيلة. القبيلة دعوى القبلية والعصبية الجاهلية، ليست من الإسلام في شيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوة رائحتها ليست كرائحة المسك. الكلمة الثالثة في الصلح: هل أنا بحاجة إلى أن أقرأ عليكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هنا العلماء ليست لديهم أسلحة للقتال وليسوا مستعدين لذلك، لكن أصلحوا بينهما. هذه المحطة الأولى هي التي نرجو أن نتحرك فيها، محطة الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية الصالحة ليكون عملنا ابتغاء مرضات الله. وأصلحوا ذات بينكم وهو شعار ملتقاكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام في سبطه الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من موقف العظيم الذي وقفه سبطه الحسن عليه سلام الله، حين أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين حقنا للدماء وصونا لهم من الفناء. نرجو أن نجد آذانا صاغية، وأن يكون في السودان حسن ليقوم وفي كل أنحاء العالم الإسلامي. هذا تذكير في هذه الكلمات الثلاث، ذكر بها أنفسنا وأهلنا في الساحل والسودان. إننا بمنهجية الإطفائيين لا نتهم طرفاً أو آخر، وإنما نتهم أولاً وقبل كل شيء، نهتم أولاً وقبل كل شيء بكيفية إطفاء الحريق وإنقاذ الضحايا، كيفية إقراع أطراف الصراع بإيقاف النار ووقف القتل. إننا ندعو الجميع إلى الجنوح إلى السلم ووقف إراقة الدماء المعصومة وانتهاك الحقوق المعصومة، والتمسك بقيم السودان الأصيلة، قيم الصبر والسلم والحلم والعلم، قيم الضيافة والكرم. إن هدفنا وأمنيتنا أن يسهم هذا الملتقى في إطفاء نيران الحروب المشتعلة وإيقاف دوامة القتل المستشرجة والصلح بين الأطراف المتنازعة وتبيين الرأي الشرعي وتقديم بدائل الحرب في النزاعات الحاصلة. ولقد صدق العباس بن المرداس السلمي رضي الله عنه حين يقول: السلم تأخذ منها ما رضيت به
فالحرب يكفيك من أنفاسها شرعاً.